اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده في همزه وصل. النهارده حلقه جديده وسؤال جديد معانا النهارده في همزه وصل، ولكن قبل ما نبتدي سؤالنا النهارده وموضوعنا خلونا نطرح احدى الشائعات اللي تداولها بعض رواد ومواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت. هذه الشائعه بتتحدث عن تطبيق نظام الامتحانات المجمعه لتقييم طلاب الصفوف صفوف النقل خلال العام الدراسي 2021-2022. الحقيقة أو حقيقة هذا الخبر على ضوء هذا التداول من قبل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. الوزارة نفت تلك الأنباء وأكدت أنه لا صحة لتطبيق نظام الامتحانات المجمعة لتقييم طلاب صفوف النقل خلال العام الدراسي 2021-2022، وشددت الوزارة على أنه سيتم إجراء امتحانات الفصلين الدراسيين لطلاب صفوف النقل خلال العام الدراسي الحالي 2021-2022 وفق أدوات التقييم المتبعة سنوياً، بحيث تكون بأسئلة منفصلة لكل مادة على حدة دون تطبيق الاختبارات المجمعة في التقييم. ووضحت الوزارة أن نظام الامتحانات المجمعة الذي استهدف عقد امتحان واحد مجمع في جميع المواد تم تطبيقه نظرا لظروف العام الماضي الاستثنائية. خلونا مشاهدينا الكرام نبتدي موضوعنا النهارده في همزة وصل، والسؤال هو: ما هي مزايا تطبيق التحول الرقمي في إدارة منظومة تداول وتوزيع البوتاجاز؟ ده سؤال النهارده. ما هي مزايا تطبيق التحول الرقمي في إدارة منظومة تداول وتوزيع البوتاجاز؟ احنا عارفين ان قطاع البترول بيشهد في الفترة الأخيرة التوسع في التطبيق نحو التحول الرقمي في إدارة الأنشطة والمشروعات البترولية. تطبيق أنظمة التحول الرقمي في إدارة منظومة تداول وتوزيع البوتاجاز بيأتي لرفع كفاءتها في ظل الأهمية الكبيرة لهذه المنظومة اللي بتتصل بمنتج حيوي بيمثل أحد المتطلبات الخاصة بالحياة اليومية للمواطنين. بيأتي هذا بالتوازي مع الجهود الكبيرة للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في كافة مناطق الجمهورية، والتي بدورها ساهمت في تخفيف الضغط على البوتاجاز، وأيضا دعم الفرص المواتية لرفع كفاءة هذه المنظومة في خدمة مستهلكي البوتاجاز الحاليين. سؤالي النهاردة زي ما قلناه في بداية الحلقة: ما هي مزايا تطبيق التحول الرقمي في إدارة منظومة تداول وتوزيع البوتاجاز؟ خلونا نتابع الأول هذا التقرير، بعد كده نرجع ونبتدي نقاشنا حول هذا الموضوع. أطلقت وزارة البترول والثورة المعدنية أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة عملية تداول وتوزيع البوتاجاز محليا في كافة مراحلها، بغرض إحكام الرقابة على الكميات المنقولة. جاء ذلك خلال تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثورة المعدنية لمنطقة تخزين وتعبئة وتداول البوتاجاز بالقطامية، والتي افتتح خلالها أعمال التطوير بالمنطقة التي تقوم بإمداد القاهرة الكبرى وعدد من محافظات شمال الصعيد باحتياجاتها من اسطوانات البوتاجاز. وأوضح الملا أن تطبيق أنظمة التحول الرقمي في إدارة منظومة تداول وتوزيع البوتاجاز يأتي لرفع كفاءتها، وذلك بالتوازي مع الجهود الكبيرة للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي في كافة مناطق الجمهورية. المنظومة الجديدة تقوم بالمتابعة اللحظية لعملية نقل وتداول منتج البوتاجاز منذ وصوله إلى الموانئ في حالة الاستيراد أو إنتاجه محليا من معامل التكرير، وتخزينه بالمستودعات وحتى وصوله إلى المستهلك، ويقوم على إلغاء التدخل اليدوي في عملية تداول البوتاجاز، مما يضمن أعلى مستوى من دقة الأداء والتحكم في كميات التداول لضمان وصول البوتاجاز المدعم للمستهلكين. وتم البدء في الإجراءات التنفيذية اللازمة، حيث من المقرر أن يقوم بربط جميع مواقع العمل بمنظومة إلكترونية رقمية يمكن من خلالها مراقبة ومتابعة كميات البوتاجاز الواردة، سواء من خلال خطوط الأنابيب أو السيارات السهرجية، وكذلك متابعة الكميات المنصرفة بدقة. زي
زي ما تابعنا مشاهدينا الكرام في التقرير، توجه من قطاع البترول وبالتحديد وزارة البترول لاستخدام التحول الرقمي في كل الأنشطة البترولية والمشروعات كما هو معلن من قبل الوزارة، ومن ضمنها طبعا المنظومة الإلكترونية الخاصة بتداول وتوزيع البوتاجاز، خصوصا ان ده بيختلف عن النظام القديم اللي كان سائد من قبل. الى اي مدى ده بيؤدي الى راحة المواطنين وايضا تقليل الهادر او الفاقد من البوتاجاز والرقابة على الكميات المنقولة من البوتاجاز في كل مراحل النقل، وهنعرف ايضا ايه الغرض من التحول نحو هذه المنظومة الالكترونية مع ضيوفنا الكرام، وايه هي النتائج، او هنتعرف بشكل اكثر تفصيلا عن النتائج المتوقعة من هذه المنظومة الالكترونية، خصوصا مع التوجه اللي ابتدى منذ سنوات نحو توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل المصرية في كل محافظات الجمهورية، واحنا ابتدينا نشوف في الفترة الأخيرة الغاز الطبيعي أيضا بيصل إلى مدن جديدة وأيضا إلى بعض القرى المصرية، وإلى أي مدى ده أيضا بيخفف الضغط على طلب البوتاجاز من قبل المواطنين. ده اللي هنتعرف عليه النهاردة مع ضيوفنا الكرام اللي هينضموا لنا بالتتابع على الهاتف. ومعانا دلوقتي الأستاذ خالد حسن، خبير تكنولوجيا المعلومات ورئيس تحرير عالم رقمي. أستاذ خالد مساء الخير وأهلا بك يا فندم. أستاذ خالد أهلا بك. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. واحنا بنتكلم عن منظومة إلكترونية أو رقمية جديدة لتداول وتوزيع البوتاجاز، يعني لو حضرتك توضح لنا بشكل أكثر تفصيلا إيه هي المنظومة الإلكترونية دي لتوزيع وتداول البوتاجاز رقميا، وإيه الفرق بينها وبين المنظومة القديمة أو اللي كانت سائدة قبل كده؟ هو طبعا المنظومة عبارة عن إن قاعدة إلكترونية كبيرة بتعملها طبعا شركات الغاز بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ان هو هدفها ان هو يبقى عندنا ادارة ومتابعة لعملية تداول وتوزيع البوتاجاز محليا، بحيث ان احنا نعرف ايه الكميات المطلوبة في الوقت الفلاني، وتقدر بالتالي تقدر الشركات تقدر تغطي الكميات المطلوبة. لو مثلا في محافظة معينة في طلب زيادة، تقدر تعرف ان الطلب ده مثلا بيزيد في انهي وقت من السنة، وبالتالي تعمل حسابها ان هو يبقى فيه نوفر الكميه المطلوبه عشان ما يحصلش اي نوع من العجز. بالاضافه ان هو طبعا كمان ان هو شركات اللي بتصنع طبعا الغاز تبقى عارفه حجم الطلب المتوقع عليها، ما بقاش عندها مخزون كبير من كميه اسطوانات الغاز. المنظومه طبعا هدفها رفع كفاءه عمليه توزيع اسطوانات الغاز، لان انت عارف حضرتك اسطوانات الغاز بقت بتقريبا يعني بتشغل حياه كتير جدا من المواطنين، والوقت مهم جدا ان احنا النهارده في اطار التحول الرقمي وتحسين خدمات الحكومه الالكترونيه، ان احنا فعلا ان احنا نستخدم القاعده الالكترونيه من خلالها نعرف حجم الطلب على اسطوانات الغاز، وبالتالي نقدر ان احنا نلبي الطلب في الوقت المناسب بدل ما تحصل اختناقات في عملية التوزيع. تمام. طيب أستاذ خالد، إلى أي مدى أو إمتى نقدر نقول إن المواطن هيقدر يعني يستفيد من هذه الخدمة، وبالفعل أيضا هينعكس ده على الخدمة اللي بيحصل عليها من حصوله على اسطوانات البوتاجاز سواء كان في المدن أو القرى؟ هو المفترض يعني وفقا للإعلانات طبعا وزارة البترول والثورة المعدنية، ان هو مفترض يعني بنهاية العام الحالي يبدأ ان يحصل عملية ضبط لعملية توزيع وتشغيل منظومة رقمية للغاز. انا اعتقد يعني ان هو الموضوع ممكن برضو يعني ياخد فترة عبال ما الناس تقدر ان هي تقدر ان تستجيب اكثر للمنظومة ديت، وان هو الناس تقدر ان هي تتعود عليها بالشكل الجديد او بالنظام الجديد، وبالتالي يعني انا اتوقع على اول السنه باذن الله يحصل تطبيق منظم للمنظومه.
تمام. طب خليك معنا أستاذ خالد حسن خبير تكنولوجيا المعلومات رئيس تحرير عالم رقمي، وهينضم لنا دلوقتي مشاهدينا عبر الهاتف أيضا المهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة. مهندس حسين أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. إلى أي مدى حينعكس التحول الرقمي في منظومة تداول وتوزيع البوتاجاز على الخدمة هذه، وأيضا إحكام الرقابة على عمليات النقل والتوزيع وصولا للمواطن؟ زي ما حضرتك تفضلت، أولا التجربة دلوقتي التعامل والتداول في صناعات الغاز، صناعات الغاز دي يعني منتج هام للمواطن وبينس حياة المواطن اليومية، وإن احنا يبقى عندنا الشفافية في متابعة السلعة الاستراتيجية الهامة دي هيبقى له مردود إيجابي. دلوقتي النظام الجديد بياخد المنتج من ساعة ما بيطلع من معامل التكرير أو لو هو مستورد من الميناء لحد ما بيوصل للمستهلك. المعلومات دي احنا يمكن مش مجرد إن أنت بتتابع بس، المعلومات دي بتديك نمط الاستهلاك، ان انت النهارده تقدر ترسل المنتجات لما بيبقى في احتياج اكتر للمنتج في منطقه معينه عشان ما يبقاش فيه اي يعني ما يبقى فيه دايما تواجد للمنتج طول الوقت. بيبقى طبعا في عنصر امان ان انا بنقل المنتج ده وبراقب المنتج على طول، فليها يعني مردودات ايجابيه كثيره على السلع الاستراتيجيه دي. وعشان نتكلم برضو كمان الصناعات الغاز كمورد طبيعي، مصر الحمد لله عندنا وفره في الغاز، سعر الغاز زاد في الفتره الاخيره او سعر الطاقه زاد في الفتره الاخيره زياده كبيره، فمهم جدا من التحول الرقمي اللي تم في المنظومه الجديده يبقى عندنا سيطره كامله على المنتج عشان نضمن ان المنتج يصل للمستهلك بسهوله وبامان وبيسر. يمكن التحول الرقمي يمكن صناعات الغاز ده حاجه بس من منظومه كامله، ان الدوله داخله في التحول الرقمي زي ما حضرتك تفضلتوا وقلتوا، لان ده يمكن احد مقومات الجمهوريه الجديده اللي احنا بنعيشها. تمام. طيب مهندس حسين، الى اي مدى ايضا المنظومه دي هتساهم في يعني منع حدوث المشكلات اللي احنا كنا بنجدها في بعض السنوات خصوصا في فصل الشتاء من حصول المواطنين على اسطوانات البوتاجاز او حتى وصول اسطوانات البوتاجاز الى مزارع تربيه الدواجن؟ ما زي ما قلت لحضرتك، انت بيبقى عندك سيطره كامله المنتج بيروح فين، النمط الاستهلاكي حتى انت المعلومات دي بتدخلها في الذكاء الاصطناعي، البيانات اللي انت بتاخدها دي بس بمنظومه الذكاء الاصطناعي تبقى عارف المنطقه دي محتاجه اكتر، فبتودي كميات اكتر علشان تتغلب على اي من المشاكل اللي حضرتك تفضلت وقلتها. ما ننساش كمان اللي حصل في توصيل الغاز الطبيعي كمان للوحدات السكنيه. احنا دلوقتي عندنا في مصر 12.5 مليون وحده سكنيه وصلهم الغاز، لو ضربنا في رقم متوسط 6 افراد احنا عندنا الغاز، شبكه الغاز الطبيعي وصلت لحوالي 70 او اكثر مليون مصري. في مبادره حياه كريمه في 4 مليون وحده كمان هيوصل لهم الغاز، فمنظومه توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنيه مع الرقابه على اسطوانات الغاز للاماكن اللي لسه ما فيهاش هتدينا دايما الافضليه ان ما يبقاش في اي من المشاكل اللي حضرتك قلتها سواء في الشتاء او الاستهلاك او الاستعمال الغير صحيح لاسطوانات الغاز في غير اماكن. تمام. طيب خليك معنا مهندس حسين الغزاوي رئيس لجنه الطاقه بجمعيه رجال الاعمال المصريين الافارقه، ونرجع مره ثانيه للاستاذ خالد حسن خبير تكنولوجيا المعلومات ورئيس تحرير عالم رقمي. استاذ خالد اهلا بك مره ثانيه يا فندم. أهلا بيكم. الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي والاستفادة من كل المميزات اللي بتتيحها المنظومة الرقمية المتاحة،
إلى أي مدى ده بينعكس فعلا أو الهيئات والحكومات والشركات المعنية بتقديم الخدمات المختلفة للمواطن بتحرص على الاستفادة أقصى استفادة من هذه المنظومة الإلكترونية؟ على سبيل المثال وإحنا بنتكلم عن توصيل الغاز الطبيعي إلى منازل المواطنين، في دلوقتي العدادات اللي هي بتشحن مسبقا في بعض المناطق بيعاني السكان فيها اللي وصلهم الغاز الطبيعي من ان هو لازم بيكون مضطر ان هو يشحن الكارت كل شهرين على حد اقصى حتى لو الكارت فيه فلوس، ومن ثم في بعض الناس بيلاقوا معاناة في هذا الإطار. إلى أي مدى يجب على الشركات والوزارات والجهات المعنية أنها تعظم الاستفادة من المنظومة الرقمية بما يسهل طبعا على المواطنين؟ طبعا التحول الرقمي يمكن هي فلسفته قائمة على أن الخدمة الحكومية تروح للمواطن مش المواطن اللي يروح للخدمة الحكومية. وبالتالي النهارده لما وزاره او قطاع البترول لما بيتبنى موضوع التحول الرقمي واداره منظومه الغاز الرقميه، هي عباره عن مجموعه من الخطوات، تتضمن مجموعه من الخطوات. اولها زي ما قلنا ان هو هيعمل عمليه يعني نقدر نقول ربط بين كافه اماكن انتاج الغاز وتوزيعه وتخزينه، بحيث ان هو يتم عملية تلبية الطلب بشكل الكتروني. مجرد ان هو يكتشف السيستم ان في مثلا طلب زيادة في مكان ما، فعلى طول يحصل عملية بشكل اوتوماتيكي، يحصل عملية زيادة ضخ في المنطقة دي لاستورات الغاز. وده هو ده اللي احنا بنتكلم عليه حضرتك، زي ما قلت ان كل شركة هتبقى اوريدي مجهزة نفسها وان هي مستعدة ان هي تتعامل مع النظام الجديد، ان هي تبقى مجرد ان يجي لها الارم او يجي لها اشعار ان في نقص في الطلب، فتبدا ان هي تحاول تلبي الطلب دوت. طبعا كمان المنظومه طبعا بتتضمن ان هو ربط او انشاء نظام اسمه سكادا، بتقوم بتنفيذه شركه بتروجاز، ان هو بيتم ربط جميع مواقع العمل التابعه للشركه دي طبعا بمنظومة إلكترونية لمتابعة كميات الغاز، سواء بقى الجاية على سيارة الخريج أو الكميات المنصرفة يعني اللي تم صرفها يوميا، أو حتى خطوط الأنابيب اللي يعني أماكن استخراج الغاز. الحاجة كمان اللي بتضمنها المنظومة إن هو برضو شركة بتروجاز هتعمل غرفة عمليات بهيئة البترول بغرض التحكم الكامل ومراقبة لجميع أنواع النقل والتعبئة وتوزيع المنتج، بحيث ما يحصلش عملية تسرب أو يحصل عملية توزيع خطأ، أماكن يبقى فيها اسطوانات وأماكن ميبقاش فيها موجودة. النقطة المهمة اللي حضرتك أشرت ليها برضو اللي هو التحول الرقمي للعدادات المسبقة الدفع، أعتقد إن الدولة يعني عندها بلان إن هي تعمل حوالي أكتر من 30 مليون عداد مسبق الدفع، سواء بقى في مجال الكهرباء او الميه او الغاز، ان هو المواطن يقدر ان هو وفقا لاحتياجاته يتم شحن العداد دوت وفقا لاستخداماته هو. بس يعني ده يعني لحد دلوقتي مش متوفر في بعض المناطق، ودي شكوى يعني بننقلها للمسؤولين في وزارة البترول، ان ربما العداد او بالفعل العداد بيكون فيه مثلا رصيد زي ما بيتقال، ولكن بيكون المواطن مضطر ان هو يروح كل شهرين حتى لو فيه رصيد علشان يشحن، علشان زي ما بيتقال من الموظفين ان هو السيستم لسه مش متظبط او لسه مش جاهز، او فيه يعني لسه ما وصلناش للدرجة اللي هي تتيح طالما هو شغال وفيه رصيد زي الكهرباء، لا لازم يروح كل شهرين يجدد او يدفع. زي ما قلت لحضرتك تركيب اي سيستم جديد بيحتاج فعلا للتجربة، عشان التجربة دي او التجربة العملية بتبين لك ايه اخطاء السيستم وايه نقط الخلل. وامس ان التجربة دي عملت لمدة مثلا 3 اشهر عادة، يعني لما بيتم اي اطلاق اي سيستم تكنولوجي او نظام تكنولوجي لازم يحصلوا عملية تجربة وتراي عشان يحصل عملية تقييم ليه، ونعرف فين مناطق الخلل ونبدأ نعالجه، ونبدأ ان احنا نعرف ايه النقاط او الثغرات الموجودة في اي سيستم. فبالتالي انا متوقع ان هو الموضوع يعني يحصل له عملية تقييم من 3 لـ6 اشهر، يحصل تقييم للسيستم او المنظومة ككل مرة تانية، ويتم معالجة اي ثغرات بتظهر في المنظومة. ولكن هي يعني بداية جيدة، ونقدر نقول يعني ان هو مطلب اساسي ان هو
تحسين خدمة توزيع الغاز واستيراد الغاز على المواطنين، خدمة مهمة جدا في إطار تبني الدولة مفهوم التحول الرقمي. ان المواطن ما يهموش في التحول الرقمي غير ان هو ياخد خدمة جيدة عشان يحسن بها مستوى معيشته ويحط النمط الحياة بتاعته، يحس ان التحول الرقمي ده بيخدمه مش عبء عليه. فيعني اتوقع ان زي ما قلت حضرتك ان هو من 3 لـ6 أشهر بعد التجربه يحصل عمليه تقييم تاني للسيستم ويحصل تلافي لبعض الاخطاء اللي بتظهر نتيجه الاستخدام. تمام، طب خليك معانا استاذ خالد، هنروح لضيفنا الكريم الاخر المهندس حسين الغزاوي رئيس لجنه الطاقه بجمعيه رجال الاعمال المصريين الافارقه. مهندس حسين اهلا بك مره ثانيه يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. طيب، ومصر بتسعى الى انها تكون مركز اقليمي لتداول الطاقه، الى اي مدى بوجود منظومه محليه رقميه متطوره ده ايضا بيعظم الاستفاده وانها فعلا تكون مركز اقليمي للطاقه ومن ثم استخدام الوسائل الحديثه والرقميه في التحكم في كل عمليات بدءا من الانتاج وحتى التوزيع سواء للداخل او للخارج؟ مصر أصبحت بالفعل مركز إقليمي للطاقة في شمال أفريقيا والشرق المتوسط، وأي منظومة للتحول الرقمي بتدعم وضع مصر، احنا بنتمتع بموقع استراتيجي، عندنا بنية تحتية ممثلة في معامل الإسالة في إيدكو دمياط يعني على أعلى مستوى، النهاردة عندنا وفرة الغاز الطبيعي وبنصدر الغاز الطبيعي. يمكن التحول الرقمي زي ما الاستاذ خالد كان بيقول، احنا دلوقتي بنبني عندنا بنيه تحتيه قويه، بنبني قاعده بيانات، بنطور من قاعده البيانات. على كل في بعض المعوقات احيانا من اي يعني نظام جديد، انا شايف ان المعوقات دي بنتغلب عليها بالتدريب المستمر للقائمين على هذه الانظمه. قاعدة البيانات بتدينا القدرة ان احنا نطور ويبقى عندنا دايما، انا عارف هنا هيبقى انتاج استهلاك اكتر فبرسل الصونات اكتر. نرجع لموضوع المركز الاقليمي للطاقة، النهاردة مصر زي ما قلت احنا مش بنصدر بس غاز، احنا بنصدر كهرباء، مصر بتصدر كهرباء، وده دورنا كمركز اقليمي للطاقة. بنصدر كهرباء لليبيا، بنصدر كهرباء للسودان، بنصدر كهرباء للأردن ومنها للعراق، وقعنا من شهر اتفاقية الربط الكهربائي مع السعودية ومن السعودية لدول الخليج. فمصر بوفرة الكهرباء اللي عندنا هيبقى عندنا الفرصة ان احنا نصدر كهرباء للسعودية ودول الخليج، وقعنا مذكرة تفاهم مع قبرص عشان نمد الخط البحري من مصر لقبرص ومنها لليونان، يبقى مصر هنوصل الكهرباء بتاعتنا لأوروبا. كل الحاجات دي مع بعضها بتدعم موقعنا اكتر. البنيه التحتيه اللي هي من طرق، من تطوير مواني، خط سميد اللي هو بياخد البترول من العين السخنه لسيدي كرير على البحر المتوسط، التشريعات الجديده اللي بتطلع علشان تنظيم تداول الغاز سواء استيراده وتصديره. وبعدين يمكن دايما الحاجه اللي لازم نركز عليها، يعني ايه مصر مركز اقليمي للطاقه؟ انا بعظم القيمه المضافه، يعني ايه؟ يعني الغاز بتاعنا بدل ما بنصدره غاز خام، لا انا بصدره غاز مسال بعد ما بستغل البنيه التحتيه الموجوده عندنا. النهارده قبرص حصل عندهم اكتشاف في الغاز، بدل ما يبنوا معمل اساله هيمدوا خط انابيب لمصر نسيلهم الغاز بتاعهم غازهم ونصدره لاوروبا مع غازنا، دي تعظيم القيمه المضافه. بستخدم الامكانيات والبنيه التحتيه والقوى البشريه المتوفره عندنا بدل ما اصدر مواد خام. يمكن لو اتكلمت بالنسبه لافريقيا عموما ومصر، احنا مش عايزين نصدر مواد خام، يمكن القياده السياسيه بتقول مش عايزين نصدر مواد خام، احنا عايزين نصدر منتج نهائي بنعظم القيمه المضافه وبنستغل امكانياتنا البشريه والبنيه التحتيه اللي هي حاجة يمكن كلنا فخورين بيها. مصر انفقت على البنية التحتية 100 مليار دولار في الـ7 سنين اللي فاتوا، وكلنا لمسنا وحسنا، بنحسن من معيشة المواطن المصري. النهاردة مع تغير المناخ احنا بنستخدم محطات الكهرباء بتاعتنا كلها بتستعمل غاز بدل المازوت، يبقى حسننا الهواء، بنغير السيارات للعمل بالغاز الطبيعي،
توصيل الغاز للمنازل، كل ده هي مراحل متكاملة بتصب في حاجة واحدة، وإحنا بالفعل أصبحنا مركز إقليمي للطاقة في شمال أفريقيا وغرب وشرق المتوسط. تمام، مهندس حسين، نرجع مرة تانية للسوق المصرية. إلى أي مدى بيتم تغطيته دلوقتي بنسب سواء استيراد أو إنتاج من الغاز المستخدم في البوتاجاز؟ وأيضا إلى أي مدى أصبح الغاز الطبيعي بنسبة قد إيه بيحوز على تغطية المنازل والبيوت المصرية مقارنة مع التداول التقليدي لأسطوانات البوتاجاز؟ بالنسبة للغاز الطبيعي زي ما قلنا احنا 12.5 مليون وحدة سكنية هيوصلوا ان شاء الله في الثلاث سنوات القادمة ل 17 مليون وحدة، لو خدنا متوسط 6 بنتكلم على يمكن اكتر من 80 مليون 85 مليون في الثلاث سنوات اللي جاية، يعني احنا بنغطي من 80 ل 85% من الشعب غاز طبيعي واصل للمنازل. ده انجاز مش موجود في اي بلد في افريقيا، ومش موجود يمكن في بلاد متقدمة كتير ان انت عندك البنية التحتية دي. ده كله مغطى من انتاج الحقول المصرية، الاكتشافات اللي حصلت في البحر المتوسط زي زهر واتول وحقول غرب الاسكندرية، كل دي بتغطيها. بالنسبة للبوتاجاز، التطور اللي حصل في معامل التكرير المصرية عشان انتج المنتجات زي البوتاجاز بدل ما كنا بنستورده، مصر يمكن عندها اكبر طاقة تكريرية في أفريقيا حاليا بحوالي 670 ألف برميل يوميا، فإحنا عندنا طاقة تكريرية بنوفر معظم البوتاجاز، يمكن لسه في نسب بسيطة من البوتاجاز بنستورده، لكن أنا بقلل من استيراد البوتاجاز بإن أنا عندي بنية تحتية من الغاز الطبيعي اللي أنا بوفره من الحقول المصرية، والبوتاجاز دلوقتي معظمه بيجي من معامل التكرير اللي سنة 2023 مصر هتوصل ان يبقى عندنا اكتفاء ذاتي من كل المنتجات البتروليه، ومن ضمنها البوتاجاز، اذا مش هنضطر نستورد اي بوتاجاز من نفسه. شكرا لحضرتك مهندس حسين الغزاوي، رئيس لجنه الطاقه بجمعيه رجال الاعمال المصريين الافارقه، كنت معنا ضيفا كريما عبر الهاتف. ونرجع مره ثانيه للاستاذ خالد حسن، خبير تكنولوجيا المعلومات ورئيس تحرير عالم رقمي. استاذ خالد، اهلا بك مره ثانيه. اهلا بكم. أقصى طموح من المنظومة الرقمية اللي بيسعى قطاع البترول إلى استخدامها في المشروعات المختلفة وأيضا ضمن منظومة تداول وتوزيع أسطوانات البوتاجاز على المدى الزمني المتوسط والطويل؟ طبعا احنا عارفين ان المشروع قام توصيل الغاز والمنازل نجح ان هو في الفترة الأخيرة ان هو يوصل الغاز الطبيعي لحوالي 12 مليون و6 من 10 مليون وحده سكنيه، تقريبا 50% منهم كانوا في السنوات السبعه الاخيره. المشروع ده بيستهدف سنويا توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 1.2 من 10 مليون وحده سكنيه كل سنه. طبعا يمكن نقدر نقول ان المبادره الرئاسيه حياه كريمه اعطت دفعه قويه جدا وزخم للمشروع دوت، سواء بتوفير التمويل او الدعم الرئاسي، ان هو نقدر ان احنا نوصل الغاز لحوالي 1436 قرية، تم بالفعل توصيل حوالي 85% منهم للغاز الطبيعي، 85 قصدي قرية مش 85%، وجاري توصيل حوالي 240 قرية، وهيتم استكمال بقية القرى الباقية على مدار الثلاث سنين اللي هم العمر المشروع حياة كريمة، المفترض ان هو يستهدف القرى، اهالينا في القرى ان هو يحسن مستوى المعيشه سواء بقى المستوى الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي، ومن ضمنها طبعا ان احنا نقدر نقول ان هو توصيل الغاز للمواطن ده بقى حاجه اساسيه تخلينا نقضي خالص على مفهوم التداول الاسطوانات الغاز. كمان يمكن المشروع بيتضمن ان هو تركيب حوالي 650 الف عداد مسبق، زي ما حضرتك اشرت ان هو العدادات المسبقه ممكن يكون فيها بعض المشاكل، ولكن اعتقد ان هو التجربة يعني هتؤكد المواطن زي الكهرباء كده، لما لقينا برضو بالاول كان فيها بعض المشاكل وقدرنا ان احنا بالتفاعل مع المواطن ان احنا نقدر نحل المشاكل دي جزء جزء. فده يمكن المشروع القومي لتوصيل الغاز هيدي برضو بالتوازي طبعا مع منظومة توزيع اسطوانات الغاز، هيعمل نوع من التوازن في عملية الطلب المحلي على اسطوانات الغاز، واحنا داخلين كمان على فترة الشتاء اللي هي بيبقى فيها
طلب زياده شويه على اسطوانات الغاز. تمام، شكرا لحضرتك استاذ خالد حسن خبير تكنولوجيا المعلومات ورئيس تحرير عالم رقمي، كنت معنا ضيفا كريما عبر الهاتف. مشاهدينا لسه مكملين نقاشنا معاكم، واحنا في انتظار ارائكم وتعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك علشان نستعرض مجموعه من الاراء والتعليقات بتاعه حضراتكم ونستعرضها معانا في حلقتنا النهارده على الشاشه، وبنفكر حضراتكم بسؤال النهارده: ما هي مزايا تطبيق التحول الرقمي في إدارة منظومة تداول وتوزيع البوتاجاز؟ وخلينا نتابع بعض من هذه الآراء والتعليقات اللي وصلت لنا حتى الآن. أول تعليق من أحمد سالم بيقول: ما يشهده قطاع البترول من تطوير متواصل في أنشطة الإنتاجية والخدمية والتوسع في تطبيق التحول الرقمي في إدارة الأنشطة والمشروعات البترولية بيتناسب مع ما تشهده مصر من تطوير شامل بيعكس ملامح الجمهورية الجديدة. أيضا تساهم المنظومة الجديدة في متابعة عمليات تداول منتج البوتاجاز لتعمل على المتابعة اللحظية لعملية نقل وتداول منتج البوتاجاز منذ وصوله إلى الموانئ في حالة الاستيراد أو إنتاجه محليا من معامل التكرير وتخزينه بالمستودعات وحتى وصوله إلى المستهلك. مشاركة أخرى من السيد سعيد بيقول: في ظل التوسع في تطبيق التحول الرقمي في إدارة الأنشطة الخاصة بالمشروعات البترولية بيأتي تطبيق أنظمة التحول الرقمي في إدارة منظومة تداول وتوزيع البوتاجاز لرفع كفاءتها في ظل الأهمية الكبيرة لهذه المنظومة التي تتصل بمنتج حيوي بيمثل أحد متطلبات الحياة اليومية للمواطنين. مشاركة أخرى من ناهد عبد الفتاح بتقول: البوتاجاز نوع من المحروقات الذي تأثر به عدم وجود نظام في التوزيع على حياة فئة كبيرة من الشعب المصري، علاوة على حدوث نسبة من المغالاة والاحتكار والتهريب، ولوضع نظام رقمي لتلك المنظومة يجب وجود رخص رقمية للعاملين في تلك المنظومة مع وضع أسعار لكل عدد للمستهلك، وأن يكون تغيير الأنبوبة بالرقم القومي أو بطاقة ميزة أو بطاقة التموين، وفي تلك المنظومة يمكن أن يكون لكل صاحب بطاقة تموين عدد من الأنابيب بسعر محدد وبالرقم القومي بسعر آخر، أن تم دعم أنبوبة البوتاجاز لبعض الأسر. الترقيم الإلكتروني سيوضح عيوب التوزيع العشوائي ويساعد على الحد منه ويصل الدعم لمستحقيه. محمد عبد اللطيف بيقول: بالطبع تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز في كافة مراحلها بغرض إحكام الرقابة على الكميات المنقولة، أن تطبيق أنظمة التحول الرقمي في إدارة منظومة تداول البوتاجاز في ظل الأهمية الكبيرة، يعني الفكرة مش واضحة، فيعني خلينا نروح لمشارك آخر. محمود الضوي بيقول: برأيي مزايا تطبيق التحول الرقمي في إدارة منظومة تداول وتوزيع البوتاجاز أجمل استفادة تحويل جميع أنظمة التعبئة من النظام الميكانيكي إلى الإلكتروني، فضلا عن تطوير أحواض اختبار الأسطوانات وإنشاء مظلتي إصلاح وصيانة جديدتين للأسطوانات، وهو ما يضمن كفاءة تامة ومطابقة المنتج النهائي للمواصفات والجودة وتحقيق أعلى درجات الأمان في الأسطوانات المتداولة بالسوق لجمهور المستهلكين. بنكتفي مشاهدينا الكرام بهذا الاستعراض لبعض من مشاركات حضراتكم اللي وصلت لنا على الفيسبوك على صفحة البرنامج. خلينا نرحب بضيف آخر كريم عبر الهاتف، دكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات. دكتور محمد أهلا بيك. أهلا بيك. وإحنا بنتكلم عن مزايا تطبيق التحول الرقمي في إدارة منظومة تداول وتوزيع البوتاجاز، ربما السؤال الأهم بالنسبة للمواطن: إيه اللي هيعود على المواطن من وجود منظومة رقمية زي دي؟ مبدئيا أنا عايز أعرفك حاجة عشان في ناس مش مستوعبة اللي أنت بتتكلم عليه. إحنا لما بنطبق منظومة الرقم في البوتاجاز معناته إن إحنا بنتابع من أول ما الغاز بيطلع من المصانع اللي هي بتاع التكرير أو من الميناء اللي بتاع الاستيراد. تمام. بيتنقل عن طريق الخطوط او بيتنقل عن طريق السيمي تريلر للعربيات اللي بتنقله للمصانع، وبعدين بعد كده بيطلع من المصانع متعبى في المصانع ويتعبى ويطلع الاسطوانات يروح لاماكن المتعاينين او الاستهلاك. تمام. المنظومه بتقول ايه؟ لو انا عندي انتاج طالع من المصنع بتاعي زي مثلا
النهارده 100,000 طن. تمام. متوزعين رايحين للمصنع الفلاني 2000 طن، المصنع الفلاني 500 طن 300 طن. المفروض ان الحاجات دي كلها بتبقى متابعه موجوده في الخزانات بتاع المصنع، لما بيطلع منها من الخزانات الكميه ديت رايحه في العربيات الفلانيه، العربيه فيها الكميه ديت بتروح في المصنع تتحط بالمخزن بتاعه في الاسطوانات، مش الاسطوانات بقى، في المخزن اللي هو التنكات. التنكات دي كلها اللي بتروح في اي حته بقى تخزين هيبقى فيها حاجه اسمها اسكادا. اسكادا ده بيقول لك ان التنك بياخد قد ايه، وصل له كميه قد ايه، وخرج منه قد ايه، والباقي قد ايه اخر النهار. لازم المنظومه دي تبقى كامله بحيث انا في الاول والاخر اطلع بنتيجه ان انا الانتاج بتاعي كان مثلا النهارده 1000 طن، ال 1000 طن دول بتتوزعوا على 10 مصانع، كل مصنع خد 100 طن، ال 100 طن اللي في المصنع ده موجود منهم قد كده اتباع اتعبى، وفي لسه باقي رصيده قد كده. المنظومه دي كلها ماشيه الكتروني بحيث يبقى في شبكه بتوصل، لا محدش يقدر يقول ان انا بعت قد كده وما بعتش قد كده، هنا التلاعب هنا مش هيبقى موجود، هيبقى موجود الكميات اللي طلعت واتصرفت ومسجله عنده، والكميات اللي باقيه وكميات الوارده له والرصيد. فده هو النظام الرقمي اللي احنا بنتكلم عليه. تمام. وبالتالي بتتحكم انت في كميات البوتاجاز اللي موجوده على مستوى الجمهوريه راحت فين واتعبت ازاي وطلعت كميات قد ايه المقابل لها للصوانات اللي خدوهم متعهدين. لكن ما بعد ذلك بقى المرحله اللي بيتكلم عنها الجمهور دي هتبقى مرحله رفع الدعم، لو هيتم رفع الدعم ويبقى الاسطوانه تباع بتكلفتها، وساعتها هيبقى مخصص لكل واحد من الدعم ده نديله الفرق الدعم بتاعه ويشتري الاسطوانه عشان نضمن ان الدعم يروح للمستهلكين فعلا المستحقين للدعم. لكن النهارده الاسطوانه في السوق ما حدش بيقول لك انت مين اللي بتاخدها، واخدها عشان تحطها في مطعم، واخدها تحطها في محل، واخدها تحطها في بيت، واحد غني واحد فقير اللي بياخدها، فكل الدعم رايح للناس كلها. احنا عايزين الدعم ما يروحش للناس كلها، يروح لمستحقينه بس. فدي خطوه جايه بعد كده، يبقى الحكومه تتكلم بالرقم القومي، ندي للناس كلها بالرقم القومي الفرق بين سعر الاسطوانه والدعم اللي عايزينه، ندعمه نقدا بدوله بجيبه، وبالتالي نحقق المنظومه اللي احنا عايزينها، اللي المواطن ساعتها هيستفيد ان الناس اللي هم مستحقين للدعم هياخدها بسعر رخيص لان هياخد الفرق، والراجل الغني والناس اللي ماهياش مستهدفه هتاخدها بسعرها، وبالتالي يبقى احنا ضمننا وصول الدعم للمستحقين، لكن حاليا ما وراكش للمستحقين. تمام، شكرا لحضرتك دكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، كنت ضيفا كريما معنا في حلقة النهاردة في همزة وصل. كده مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقة النهاردة في همزة وصل، بكرة إن شاء الله موضوع جديد وحلقة جديدة، حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.